لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. هذه هي أول محاضرة يشارك فيها الأدبي والعلمي بعد أن تخطينا المحاضرة الأولى. إن شاء الله رب العالمين هذه المحاضرة تقع ضمن الإعراب بصورة الكلمة الواحدة. إن شاء الله رب العالمين نوضح يعني حينما نصل للمبتدأ والخبر سنعرف أن الكلمة إذا اجتمعت مع كلمة أخرى سيكون هناك إعراب يختلف عن إعراب الكلمة المفردة. حينما نتكلم في النحو عن كلمة عن حال الكلمة في الإعراب باعتبار إفرادها فنتكلم عن الفعل الماضي ونتكلم عن الأمر ونتكلم عن الاسم، وها هنا قد وصلنا إلى الضمائر. أقول وصلنا إلى الضمائر لأننا سنأخذ اليوم إن شاء الله رب العالمين النكرة والمعرفة، والنكرة والمعرفة لن نقف أمامهما طويلا لأننا ما يهمنا الآن أن نعرف ما المقصود بالنكرة فقط وما المقصود بالمعرفة. والمعرفة سنأخذها باعتبار أنواعها وسنعرف أنواع المعارف تباعا وأولها الضمائر. لذا أقول إننا نتعامل مع المبنيات الآن التي هي الضمائر. قبل أن أبدأ في الضمائر لابد أن أعرج على التعريف بالنكرة والمعرفة والفرق بينهم. أقول قال ابن مالك في ألفياته النكرة نكرة عن النكرة النكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فالنكرة عند ابن مالك هو ما يقبل دخول ال عليه وتؤثر فيه التعريف، نحو رجل أقول هذا رجل فنكرة، حضر رجل فهذا يصدق على أي رجل من الرجال، ولكن إذا قلت حضر الرجل صارت معرفة، ال هنا أفادت التعريف فسيكون الرجل الذي عهدناه من قبل، أو الرجل للدلالة على الكمال هذا الرجل رجل الكامل، فتكون أقرب للفهم دون إطلاقها باعتبارها اسم جنس يشيع أو يطلق على جميع الرجال. نقول إن النكرة في تعريفها اللغوي هي ما دل على مسمى شائع في جنس معلوم أو مقدر. فأقول رجل يطلق كلمة رجل، كلمة نكرة تطلق على أي رجل من جنس الرجال، وكلمة أسد كلمة نكرة تطلق على أي أسد من جنس الأسود، وكلمة حيوان نكرة تطلق على أي جنس من الحيوانات. وما يقربها إلي وأن أدخلها في باب التعريف فأعرفها بأل. فالنكرة عند ابن مالك هي ما يقبل دخول أل عليه بشرط أن تفيد التعريف، أي تضيف ميزة إليه. فهناك بعض الكلمات يقبل دخول أل عليه وهو معرفة في الأصل، فقولنا العباس بإضافة الألف واللام لكلمة عباس التي هي علم، ومعروف أن العلم من أقسام المعارف، فهو معرفة لا يحتاج إلى الألف واللام حتى يتعرف. هنا الألف واللام دخلت عليه لكنها لم تفد جديدا عليه، لم تفد فيه أي لم تؤثر فيه. فالشرط حتى يجوز أن أطلق كلمة نكر على أي كلمة أو أي لفظ
لابد أن يجوز أن يقبل دخول ال عليه وأن تفيد معنى آخر على المعنى الذي فيه. ألاحظ أن كلمة رجل حينما أقول رجل أجدها نكرة تدل على يصدق على أي فرد من الرجال، لكن حينما تعرف يقترب المعنى إلى الأذهان وأحدد فرد بعينه أو أقترب إلى فرد بعينه. أقول كتاب فهذه كلمة نكرة تصدق على أي كتاب، ولكن حينما أقول الكتاب فهي تصدق على كتاب بعينه. قال ابن مالك: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. هنا يجب أن نقف أمام جزئية أخرى، وهي ما يقع موقع ال. ما هو؟ ضرب له مثالا بذو التي بمعنى صاحب، فأقول ذو المال فهو صاحب المال. هنا كلمة ذو نكرة ولكنها وقعت موقع كلمة صاحب التي تقبل الألف واللام، فإذا كانت الكلمة تحل محل كلمة أخرى يجوز تعريفها بالألف واللام فهذه يصدق عليها مفهوم النكرة. ونكتفي بهذه الكلمات عن النكرة وندخل في باب المعرفة، ونقول إن المعرفة هي ما دل على مسمى بعينه، وأنواعها كما قلنا ستة: الضمير الذي هو أول باب معنا في الدراسة، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمحلى بأل، والمضاف إلى واحد مما سبق. فأنواع المعارف كما قلنا: الضمائر، الضمير، العلم، الضمير معروف أن الضمير هو ما دل على معناه بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. العلم هو الاسم الذي يدل هو ما دل على معنى على شخص بعينه. اسم الإشارة ما دل على معنى بواسطة الإشارة. اسم الموصول ما دل على معناه بواسطة جملة متممة لمعناه. المعرف بالنداء أي المنادى بأل، والمضاف إلى معرفة أو المعرف بأل. الضمائر التي تكلمنا عنها قلنا إن أول المعارف هو الضمائر أو الضمير. هذا الضمير سنقسمه إلى أقسام: ضمير بارز، وضمير مستتر، وضمير منفصل، وضمير متصل. فإما الضمير الذي نتكلم عنه والكلمة التي تدل على معنى بواسطة إما الخطاب أو التكلم أو الغيبة، وينقسم هذه الضمائر عموما إلى بارزة ومستترة. البارز هو ما له صورة في اللفظ، يعني يرى بالعين ويقرأ. أما الضمير المستتر فهو ما ليس له صورة. أعود أقول إننا وصلنا إلى الضمائر، قلنا إن الفرق إن النكرة هي ما دل على معنى شائع في جنسه، وهي يشترط فيها أن تقبل ال وتؤثر فيه التعريف. أما المعارف هي ما دل على معنى المعرفة ما دل على معنى بعينه. وقلنا إن المعارف تنقسم إلى ستة أقسام، أولها الضمائر. وقلنا ما المقصود بالضمير؟ الضمير هو ما دل على معناه بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. وهذا الضمير الذي سنتحدث عنه إما أن يكون له صورة اللفظ أي يقرأ، أو لا يكون مكتوبا أمامي الجملة فلا أقرأه ويسمى هذا ضميرا مستترا. فما له صورة في اللفظ يسمى بارز، والذي ليس له صورة في اللفظ أي لا يوجد له كتابة في الجملة، ليس مكتوبا في الجملة أمامي، يسمى ضميرا مستترا. والضمير البارز ينقسم إلى ضمير منفصل
وهو سنعرف الضمير المنفصل هو الذي يجوز الابتداء به ويقع بعد إلا أداة الاستثناء، والضمير المتصل هو الذي لا يجوز الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. فالضمائر المنفصلة كما قلنا مثل ضمير متكلم مثل أنا ونحن، وضمير مخاطب مثل أنت للمفرد المخاطب وأنت للمفردة المخاطبة وأنتما للمثنى المخاطب سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وأنتم لجماعة الذكور وأنتن لجماعة الإناث. هذه تسمى ضمائر التكلم. ضمير المتكلم إما أن يكون فرد واحدا مذكرا أو يكون واحدا مؤنثا أو يكون المخاطب أو يكون المخاطب مثنى مذكر أو مؤنث أو يكون المخاطب جماعة رجال أو جماعة إناث. فضمير التكلم يا إما يدل على الشخص بعينه المتكلم أنا ونحن أو الخطاب. الضمير كما قلنا هو ما دل على معناه بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وينقسم للأقسام التي شرحناها من قبل أو قلناه إلى بارز، والبارز هو ما له صورة في اللفظ أي أجده في الجملة أمامي، والمستتر ما ليس له صورة في اللفظ. أقول مثلا في الضمير الأول في المثال الأول محمد أكرمك، محمد أكرمك أو أكرمتك، فالضمير ألاحظ كلمة أكرمتك أن فيها تاء الفاعل ضمير فاعل أو نسميه ضمير مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. فهذه الضمائر أجدها مكتوبة أمام. أما إذا قلت أكتب أكتب، ألاحظ أن الفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. كلمة أنت لم تكتب معي في الجملة لذلك أسميه ضميرا مستترا. الضمير البارز وما ليس هو ما له صورة في اللفظ، أما الضمير المستتر ما ليس له صورة في اللفظ. الضمير البارز هذا ينقسم إلى متصل ومنفصل، أما المستتر فلا نراه حتى نقسمه إلى متصل ومنفصل، فهو دائما مخفي. الضمير البارز ينقسم إلى متصل أي في قولنا أكرمتك أو أكرمه، وأقول محمد يكرم عليا وهو يفعل الخير دائما. ألاحظ أن كلمة هنا في هذه الجملة كلمة وهو ضمير غائب يعود على محمد الذي ذكر في أول الكلام، ضمير يعود على محمد الذي ذكر في أول الكلام فله صورة في اللفظ هنا في الجملة. أقول محمد أكرم عليا وهو يفعل الخير دائما. فكلمة وهو الضمير هو ضمير له صورة في اللفظ، وجد نطقته بلساني وأستطيع كتابته في الجملة. الأول أكرمتك، ألاحظ أن كلمة أكرمتك فيها ضميران التاء الفاعل وكاف الخطاب وهما يتصلان بالكلمة، أما هو يفعل الخير فهو كلمة منفصلة. إذا كان المتصل هو الذي لا يبتدأ به أي لا يقع مبتدأ، أقول هو رجل صالح، هو
في ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. أما لا يجوز فلا، أما كلمة أكرمتك ففيها تاء الفاعل وكاف المخاطب، فلا يجوز الابتداء بتاء الفاعل ولا كاف المخاطب. ولا يقع بعد إلا في الاختيار، في اختيار النحاة قالوا إن الضمير المتصل لا يجوز انفصاله بعد أداة الاستثناء، فأقول فذوزا ما أكرمت إلاك، ما أكرمت إلاك. ألاحظ أن كاف الخطاب هنا انفصلت بعد إلا على أضعف الأقوال، ولكنهم في الاختيار قالوا إنها لا تنفصل، وبه عملوا على تعريف الضمير المتصل. المنفصل ما يجوز الابتداء به ويقع بعد إلا. الضمير تكلمنا عن ضمير ايه الان؟ مع ضمير الغائب. ضمير الغائب هو الذي مثلنا به، وهي للمفردة، وهما للمثنى، وهم لجمع الذكور، وهن لجماعة الإناث. قلت حينما مثلت لضمير المخاطب هو نسميه الضمير الحاضر أمامي، سواء كان متكلما أو مخاطبا، وهناك ضمير غائب. أقول أنا ضمير متكلم، أنت ضمير مخاطب. ولاحظ أن كلمة أنت هنا في ضمير الخطاب يقابلها في الغيبة، لو تكلمت عنك في غيبتك سأقول هو، وأنت في الخطاب إذا تكلمت عنها في الغيبة سأقول هي، وأنتما إذا تكلمت عنكما وأنتما غائبان سأقول هما وهم، لجمع المذكر إذا كانت للخطاب أقول أنتم، وهن أقول أنتن. أمثل لذلك هو طالب مجتهد. ولاحظ أن هذا ضمير منفصل، لماذا؟ لأنه وقع في الابتداء، جاز الابتداء به، فهو مبتدأ، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، طالب خبر مرفوع علامة رفع الضمة، مجتهد نعت لطالب أو صفة. هما طالبان كذلك، هما ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، طالبان خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى، مجتهدان صفة مرفوعة، صفة لطالبان وهي مرفوعة وعلامة رفعها الألف لأنها مثنى. هم طلاب مجتهدون، هم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، طلاب خبر مرفوع علامة رفع الضمة، مجتهدون صفة لطلاب مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم، هي فتاة مهذبة. ولاحظ هذا الإعراب تمرينا كده بهذه الصورة، هي وقعت في الابتداء، هن وقعت في الابتداء، هما وقعت في الابتداء، هم وقع في الابتداء، هو وقع في الابتداء، هما وقع في الابتداء. هذه كلها ضمائر منفصلة، قلت انها ضمائر منفصلة لانها وقعت في الابتداء، جاز الابتداء بها، اذا هي ضمائر منفصلة. هذا الضمير الضمير المتصل الذي نتكلم عنه في قولنا أكرمتك، يوجد ضميران، أكرمتك كاف الخطاب وتاء الفاعل، هنا مررت بك تاء الفاعل وكاف الخطاب. ألاحظ أن العلماء النحاة قسموا الضمائر أولا من ناحية الإعراب يا إخواننا، الضمائر كلها مبنية، كلها مبنية. ألاحظ أنني أضع عنوانا أقسام الضمير المتصل بحسب موقعه من الإعراب، هو مبني في محل رفع أو محل نصب أو محل جر، الضمائر كلها مبنية لا تقبل
الإعراب. لماذا؟ لأنها لا تثنى ولا تجمع، فلذلك هي مبنية. الأسماء التي لا تقبل التصريف دائما تكون مبنية. تنقسم هذه الضمائر بحسب موقعها من الإعراب. عرفنا الأول أنها مبنية، ولكن ما يهمني أن أعرف موقعها من الإعراب. سأقول مثلا في كلمة مررت، التاء ضمير مبني في ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، تمام. الكاف هنا ضمير مبني على الفتح في محل جر بالباء. أكرمتك، الكاف هنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به. هي كلها الضمير دائما مبني، ولكن أنبه يهمني أن أحدد موقع الإعراب إيه، أحدد الموقع الإعرابي فقط، لأني لا يهمني علامته، فهي علامة بناء. قال النحاة قالوا إن الضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: قسم يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل كالكاف في أكرمتك، والكاف أيضا في مررت بك. ألاحظ أن هنا كاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، الكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر بالباء. كما أقول هنا الكاف آخرها فتحة وهي علامة البناء، والكاف هنا ضمير المخاطب آخرها فتحة وهي علامة البناء، لكن موقع الأولى النصب لأنها مفعول به، وموقع الثانية الجر لأنها مجرورة بالباء. قالوا إن هناك نوعا أو هناك كلمة واحدة، ضمير واحد من الضمائر المتصلة كلها، ضمير واحد يأتي في جميع الأحوال، يأتي في الجر ويأتي في الرفع ويأتي في النصب. أقول في محل كذا، في محل نصب وفي محل جر وفي محل رفع. وإذا نظرت إلى كلمة نا فهو ضمير متكلمين، أو ضمير المتكلم هذا يكون مبنيا على السكون، لأن الألف آخره حرف لا يقبل الحركة نهائيا. فكل عملي أن أحدد موقع الإعراب. هذه الضمائر يا إخواننا لا تكون إلا كما قلنا ما يشترك فيه النصب والجر والرفع وهو نا، إلا مبنية. قال ابن مالك ممثلا لهذه النا: كعرف بنا فإننا نلنا المنح. اعرف بنا فإننا، ألاحظ أن كلمة بنا نا ضمير متكلم أو ضمير متكلمين، ضمير متكلم إذا كان معظما لنفسه، أو ضمير متكلمين إذا كان جماعة. بنا الباء حرف جر مبني على السكون، نا ضمير مبني على السكون، آسف، الباء حرف جر مبني على الكسر، ونا ضمير مبني على السكون في محل جر بالباء. نا الأولى هنا وقعت في محل جر. طب نا ثاني تتكرر بنفس اللفظ وقعت في محل نصب. أقول إننا حرف توكيد ونصب، نا ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن. نلنا، كلمة نلنا كما كأي كلمة أخرى، قلنا، فعلنا، كتبنا، حضرنا إلى آخره. فنلنا هي نالة فعل ماض، هي أتت من فعل إن فعل الماضي نالة، وحذفت الألف هنا لأنه سكنت اللام هنا للبناء العارض. احنا قلنا ان الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، واختلف النحاة هل هو مبني على الفتح دائما، واقول مبني على الفتح دائما واسميه حينما تأتي عليه ضمة مبني على الفتح المقدر، ام اقول حينما
يضم إذا اتصل به واو الجماعة، أو يسكن إذا اتصل به ضمير رفع متحرك كالذي أمامنا، أقول مبني على السكون. هذا خلاف بين البصريين والكوفيون، تمام. وألاحظ أن ابن مالك قد أخذ برأي البصريين حينما تكلم عن أقسام البناء، وقال إن البناء على الفتح إن البناء على الفتح يدخل الأفعال، وحينما تكلم عن البناء على الضم قال إنه لا يدخل الأفعال. هنا ألاحظ أنه لم يختار رأي الكوفيون، تمام. فكلمة بنا هنا هذه النا وقعت مجرور به في محل جر، وهنا وقعت في محل نصب، وهنا وقعت في محل رفع فاعل. إذا نا هذا الضمير يقع في المواقع الثلاثة: النصب والجر والرفع، النصب والجر والرفع. أما الضمائر التي تقع في الجر والنصب فقط فهي كل ضمير جر نصب أو جر متصل، مثل الكاف أو مثل الكاف في أكرمتك وبك. القسم الثالث وهو ما يختص به الرفع فقط. القسم الثالث أقسام الضمير المتصل: القسم الأول يشترك فيه نصب الجر والنصب، وقسم ثاني يأتي فيه ثلاثة: نصب وجر ورفع، وقسم أخير لا يدخل فيه إلا رفع فقط، يختص برفع فقط، وهي الألف والواو والنون، ضمائر الرفع المتصلة كله، وتكون للغائب وتكون للمخاطب. تكون للغائب الألف هي ألف المثنى، والواو والجماعة، والنون نون النسوة. طب أنا كده أتيت بألف المثنى، واو الجماعة، ونون النسوة. أما في حالة إذا كان المخاطب مفردا أو غائبا سيظهر ضميره، تمام. أقول قام. إذا كان المخاطب مفرد أو المخبر عنه مفرد، اسم مفرد لمذكر، أقول قام محمد، سيظهر كما قلت سيظهر اللفظ. أو يكون ضمير مستتر ليس له لفظ بارز، يعني ليس ببارزا فليس له صورة في اللفظ، يا إما يظهر الاسم نفسه يا إما يكون ضمير مستتر ليس له صورة في اللفظ. أما أنا في حالة الرفع فلا أتعامل إلا مع الألف للمثنى، والواو لجماعة الذكور، والنون لجماعة النسوة. فأقول قام في حالة الإخبار عنهما غائبين، لما يكونوا غايبين وأنا بخبر عنهما أقول قام. طب لهم أمامي أقول قوما. طيب لو بتكلم هذه الضمائر في محل، ألاحظ كلمة قام، أعرب قام. قام فعل ماض مبني على الفتح، الألف ضمير مبني في محل رفع فاعل، هذا ضمير مثنى، ضمير مثنى، ألف هنا في محل رفع فاعل. قوم كذلك، قاموا، ألاحظ أعرب قاموا. قاموا الفعل الماضي اللي تكلمنا عنه منذ قليل، هل هنا الفعل الماضي مبني على الفتح المقدر ولا مبني على الضمة؟ هو خلاف بين البصريين والكوفيين. البصريين قالوا هنا قاموا، ألاحظ أن الميم عليها ضمة، قام فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، قام في قاموا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والواو هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. قوموا فعل أمر مبني كما قلنا يبنى على ما يجزم به مضارعه، وأنا مضارعه فعل من الأفعال الخمسة يكون مجزوما بحذف النون، فهذا الفعل سيكون مبني على حذف النون. كذلك قمنا، ولاحظ أن قمنا فعل ماض مبني على السكون، هو من الفعل قام، لما سكنت الميم التقى ساكنان يعني الألف الساكنة والميم الساكنة بسبب اتصال نون النسوة بها، ضمير الرفع المتحرك هذا التقى ساكنان فحذفنا الألف، وهذا يحصل في جميع الأفعال الجوفاء في الفعل الأجوف زي قال وقام وباع إلى آخره وجاء وهكذا.
أيضا يلحق بهذا النوع الذي يشترك فيه الرفع الذي يختص الأسم بالرفع فقط تاء الفاعل سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. ما هي تاء الفاعل المفتوحة؟ إذا كانت للمخاطب أقول قلت قلت، إذا كانت مضمومة كانت للمتكلم قلت، إذا كانت مكسورة كانت للمخاطبة المفردة قلتي. تمام. بعد أن فرغنا من هذا الضمير سندخل على جزئية بسيطة هي أقسام الضمير المسند. إحنا أفردنا كل حديثنا السابق عن الضمير البارز، أن كل الضمير المتصل والمنفصل لا يكون إلا ضميرا بارزا، فليس هناك ضميرا مستترا منفصلا ولا متصل. الضمير المستتر لا يرى أو لا يقرأ حتى نضع له صورة في اللفظ أو لا نضع. تمام. أقسام الضمير المستتر ينقسم إلى قسمين. قلنا ما المقصود بالضمير المستتر؟ هو ما ليس له صورة في اللفظ، يعني مش مكتوب معايا في الجملة، ملوش. بقول اكتب، ولاحظ أن الفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. كلمة أنت اللي هي الفاعل اللي هي الضمير دي مش موجودة في الجملة معي، ولكن أنا بقدرها. هذا الضمير ضمير المستتر المرفوع، يعني لابد أن يكون لا يكون إلا مرفوعا هنا، ينقسم إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار. متى يجب الاستتار وما المقصود بوجوب الاستتار؟ واجب الاستتار هو ما لا يحل الظاهر محله أبدا، يعني ما ينفعش أشيله الضمير المستتر ده أحط مكانه اسم ظاهر كمحال من. مثلا لو قلت أكتب، الضمير المستتر هنا وجوبا تقديره أنت، لا يجوز أن أحذف كلمة، أن أضع كلمة ظاهرة مكان الضمير فأضع كلمة محمد مثلا، أقول أكتب محمد. ألاحظ لو، طب ماذا لو حدثت؟ كلمة محمد هنا لو جاءت صريحة ستكون في هذا، سيكون هذا الاسم منادى، أكتب يا محمد، ولا يجوز أن تعرف توكيدا لفظيا. طب ألاحظ بعض الآخرين، بعض الأخوة يقول أسكن أنت وزوجك، قوله تعالى في سورة البقرة مخاطبا آدم عليه السلام أسكن أنت وزوجك الجنة. فكلمة أنت أنا بعرب فعل الأمر، هنا فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر وجوبا، فماذا أصنع في أنت التي جاءت بعده؟ هل هي الفاعل أم شيء آخر؟ تمام. وهي في فصيح اللفظ في القرآن الكريم، يعني احتمال ورود الخطأ فيه مستحيل بلا استثناء، لا تفكر أصلا أن هناك خطأ قد يطرأ أو يطرأ على القرآن نهائيا، طبعا استحالة استحالة، قد يكون الخطأ في فهمك أنت. هنا أسكن أنت، أنت نعربها يا أخوانا، نعربها توكيد لفظ، توكيد لفظي للضمير المستتر وجوبا. أعرب أسكن أنت، أسكن فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت المذكور، هذا اللفظ المعي المذكور ضمير مبني في محل توكيد، في محل رفع توكيد لفظي لأنت المستتر وجوبا. طيب ضمير المستتر المرفوع ينقسم قلنا إلى قسمين، واجب الاستتار وهو ما لا يحل الظاهر محله مطلقا. هذا النوع له أربعة مواضع. الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كالمثال الذي مثلناه، فقلنا أكتب أنت، وأسكن أنت، وقم أنت، فهذه كلها كلمة أنت الذي أذكرها أوضح لك الفعل يعني، ولكنها لا تقال هكذا. تمام. على حال الأولى، طب كيف أتذكر باقي الأحوال؟ أقول لك مثالا بسيطا، هات معي كده كلمة الحالة الأولى يجب استتار الضمير إذا كان المخاطب، إذا كان واحدا
كان الفعل أمر، في فعل الأمر للواحد المخاطب. أقدر الفعل هنا أكتب، ألاحظ أن الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أنا هفك كلمة أنت، هخليها ثلاث أحرف، الهمزة والنون والتاء، تمام؟ يبقى أول حالة تذكر فقط أن الضمير يستتر، الضمير يستتر وجوبا في أربع مواضع. تذكر الموضع الأول فقط اللي هو فعل الأمر للواحد المخاطب، وأقدر الفعل بتاعه اللي هو أنت وأفكه لثلاث حروف، الألف الهمزة آسف، ثم النون، ثم التاء. وأقول هاخذ كل حرف منهم وهخليه موضع من المواضع الآتية معي، تمام؟ ركز كده ولاحظ معي. الموضع الأول قلنا إنه هو فعل الأمر للواحد المخاطب. الموضع الثاني هيكون الفعل المضارع اللي أوله همزة. الموضع الثاني اللي هي أول حاجة في أنت، الهمزة أول حرف في حروف أنت. الموضع الثاني المضارع الذي أوله نون، والنون هو ثاني حرف من حروف أنت. الموضع الأخير الرابع المضارع الذي أوله تاء للمفرد المخاطب، وهي التاء الأخيرة التي تدل على أن هذا تختم كلمة أنت التي هي للمفرد المخاطب، تمام؟ هذه المواضع الأربع أقولها كده. الأول فعل الأمر للواحد المخاطب اضرب، اضرب فعل أمر مبني على السكون، الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فكيت أنت وخدت الهمزة. هقول الموضع الثاني فعل المضارع الذي أوله همزة، أذاكر، أذاكر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. المضارع الذي أوله نون، ولاحظ أن النون هذه هي الحرف الثاني في كلمة أنت. نتعلم، نتعلم أو نذاكر، كلمة نتعلم أو نذاكر فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. الموضع الأخير اللي هو آخر حرف في حروف أنت، المضارع الذي أوله تاء للمفرد المخاطب. أقول تذاكر أو تذاكر، أنت تذاكر دروسك، أنت تذاكر دروسك. لما بتكلم عن أنت تفعل الخير دائما، أنت تجتهد، أنت لا تقصر، أنت كذا. ولاحظ كلمة تذاكر هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تمام؟ ولاحظ هنا المضارع الذي أوله همزة أذاكر لا يكون إلا للمفرد، وكذلك الذي أوله نون لا يكون إلا للجمع، تمام؟ وتاء المفرد قلنا قد تكون للمفرد المخاطب تذاكر، وقد تكون للمفردة المخاطبة. هنا حددنا كلمة مخاطب للمفرد المخاطب لأنه قد تكون للمفردة المخاطبة، وهنا سيكون الفاعل، هنا سيكون الضمير بارزا وليس مستترا. فلو قلت أنت تذاكرين ظهرت الياء، ظهرت الياء، تمام؟ إذن أقسام الضمير المستتر اللي هو في مواضع رفع دائما أربعة أقسام، قسمين. الأول يجب استتاره، يعني يجب الاستتار، يعني ما ينفعش أبدا إني أحط اسم ظاهر مكان هذا الضمير. والقسم الثاني هو جائز الاستتار، يعني ينفع إني أنا أحذف، إني أنا أعوض مكان الضمير في هذه الكلمة باسم ظاهر، نحو زيد يقوم. أقول زيد مثلا إعرابها زيد يقوم، زيد مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة، يقوم يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة للتجرد من النصب والجزم، الفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. لماذا؟ لأنني هنا يجوز أن أقول زيد يقوم هو، ويجوز أن أقول زيد يقوم دون ذكر كلمة هو، تمام؟ أيضا هند تقوم، هند تقوم هي وهند تقوم فقط في إذن هي وهنا هي
وهو يجوز في كل منهما ظهوره واستتاره، لذا كان الاستتار هنا جائزا وليس واجبا، فهذا يحل محله الظاهر. والأول لا يجوز أن نضع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا محلهما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة، وسنفتح الباب إن كان هناك أسئلة. تمام، بما إن ما فيش أسئلة كده سنكتفي بهذا القدر. إن شاء الله سنكمل الضمائر في المحاضرة القادمة. إن كنا من الأحياء أترككم في رعاية الله أمن وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.